الطلبات اللي طلبها النادي الاهلي في ذلك الوقت، هل هي طلبات مكحفه؟ هل هي طلبات خاطئه؟ هل هي طلبات فيها حاجه غلط؟ لا هي بص، ولما النادي الاهلي يطلب يا كابتن ان ينتهي الدوري قبل بدايه، مستحيل. انت عارف لو كنت اتاخرت مستحيل يومين يا كابتن، مستحيل. لا كابتن كان في مستحيل. تاني مش خلصت؟ خلصت واحنا مشينا، خلصت. مستحيل. ما كانش في وقت، لانه ليه بقى؟ هم افرطوا بدلع في التاجيلات. بس طيب ما هو حتى بدلع في التاجيلات للاهلي، تاجيلات للاهلي والتاجيل التاجيل يا كابتن، التاجيل المؤجل. طبعا انا بقول لك، يعني انا مثلا عندي جواب الماتشات يوم كذا وكذا وكذا، اتاجلت تروح تاجلها تاني. هنا انا اتجنن، وبعدين انا ايه، تطلع بقى ايه بعض الاشاعات بقى، يقول لك ايه اصله ضد الزمالك. ليه؟ انت عارف انا ساكن فين؟ انا ساكن فوق نادي الزمالك. نادي الزمالك والناس اللي بتحبني واللي بتحييني جماهير الزمالك، وعارفين ان انا راجل. وانا يا كابتن بس لو حضرتك تفتكر الوقت ده، نادي الاهلي في شهر فبراير لعب 8 ماتشات ورا بعض. ماشي، انا فاكر الفتره دي. انا كل ده مش مختلف. انا بس يعني انا مطلوب مني ان انا العب 8 ماتشات، وحضرتك اللي حط، مش حضرتك يعني، انا اتحاد كوره، انا يعني مسؤول، ما انا مشارك في المسؤوليه. الاتحاد حطهم 8 ماتشات ورا بعض في 24 يوم. ماشي ماشي، انا خلاص. انت النهارده بتتكلم على بطوله الدوري، مسافر، لابد من تكافؤ فرص بقى. خلاص اخر 4 ماتشات كانت القصه بقت متصعبه جدا. ان البطوله تنتهي قبل كاس الامم الافريقيه مستحيل، وحمدا لله انه ما اتلعبتش قبل بطوله الامم الافريقيه. ليه بقى؟ لان احنا خرجنا من دور ال 16. فلو كنا خرجنا، كان لو كنا لعبنا، كان اقول لك اللعيبه جايه مرهقين، المدرب يقول لك انا بص انتوا ظلمتوني، والمعسكر ما بداش في ميعاده، وهكذا. كانت محتاجه تنازلات، بس اللي حصل زي ما انت بتقول بقى، تاجيل التاجيل ده اللي عصبني، ده اللي نرفزني جدا جدا. لكن الافراط في المجاملات والتاجيلات، سواء للاهلي او للزمالك. انا عاوز اقول لك حاجه، نادي الاسماعيلي كان عنده ماتش في افريقيا، اخر رجوعه 6 ايام عشان الماتش بتاعه ما يتلعبش. اخر رجوعه؟ طبعا. ده ما كانش ينفع، لانه كنا داخلين على انتقالات يناير وهكذا، ما ينفعش. انديه مثلا مش دافع الفلوس، لازم توقف القيد. ما بتوقفش القيد. ما كانش بيتوقف. اتحاد كره يتفتح عشان تسجل لعيب، ما ينفعش. ما هو في حاجات بقى هنا بدات الخلافات تتصاعد، وبعدين تقعد على الترابيزه يتقال كلام، يطلع تلاقي كلام تاني. كل دي الاخطاء الاداريه الفجه اللي كانت بتبقى موجوده داخل اتحاد الكوره. المهندس انا بريده حب انه يدي حد صغير انه يكبره، ما كانش ينفع على حساب المجموعه اللي موجوده، ما كانش ينفع على حساب النظام اللي موجود. وانا بقول لك، راجل تضرب له تعظيم سلام في الكاف، تضرب له تعظيم سلام في الاتحاد الدولي. هو هنا باشمهندس هاني يعني كان شاري دماغه شويه، يعني ايه، متخيل ان الامور انه اسهل. الفلان ده بيفهم قوي، فانتوا بعيده خالص، فهو اللي يعمل كل حاجه. تقول له يعني انا مثلا هقول لك حاجه يا اسلام، انا دخلت الاتحاد فوجئت ان الحكام بقى لهم سنه ما قبضوش. طب ده كلام ده في اجتماع علني.